Today's case is WBW syndrome, a 45 years old man, diabetic, non-hypertensive, presented with several attack of palpitation for 20 years, one of attack orthodromic AVRT and another attacks is Brexited AF. This is the ECG of the patient, the base localization of accessory pathway during Brexited AF. ومثل ما نلاحظ ان الدلتا ويف اند ار هي بوزيتيف في V1 فمعناه ان الاكسسوري باثوي في الليفت سايد. لكن الانفيريور ليد نيجاتيف والاي في ال والليد 1 بوزيتيف معناها ان الاكسسوري باثوي في البوستيريور بارت اوف ميترال انيولس. This is the resting ECG before ablation. Show the same characteristic during Brexited AF. أيضا دلتا ويف والآر بوزيتيف في V1 والإنفيريور ليد نيجاتيف والليد 1 أند أي في ال بوزيتيف. لكن لو نلاحظ في V2 the B wave بوزيتيف نيجاتيف وفي V1 بوزيتيف. There is the replacement of V1 and V2, I don't know. من الأشياء المهمة for ablation of accessory pathway هو التأكد من وضع الإلكترود, كل إلكترود بمكانه, أوكي؟ وبعدين نعمل localization. First step باللوكاليزيشن هو أن نلاحظ V1, لو في ار ويف معناه احنا في الليفت سايد مثل ما شفنا في الريسنج اي سي جي. لكن هنا انا متاكد من الاي سي جي الكترود, كل الكترود بمكانه بنفسي, اوكي. بعدين بنعمل لوكاليزيشن نو ار ويف, هل هو من الليفت سايد؟ لو حسبنا من الدلتا ويف تقريبا 20 ملي سكند and then show the دلتا ويف الليد 1 اند اي في ال ات از بوزيتيف, هذا يوحينا بان الاكسسوري باثوي فروم ذا رايت سايد ان اديشن تو ذا بريزنس اوف انيشال ار في في 1 بالاضافه الى النيجاتيف دلتا ويف في الانفيريور ليد اللي هي ليد 3 وليد اي في اف يدللنا بان الاكسسوري باثوي فروم ذا رايت سايد بوستيريور بارت. اذا احنا عندنا اي سي جي اند ديورنج بريكزايتد اي اف الاي سي جيهات الاثنين معمولين بمكانات مختلفه يدللنا بان هو ليف سايد اكسسوري باثوي. لكن الاي سي جي اللي انا متاكد منه واللي احنا كان وضع الالكترود متاكدين من مكانهم هو من الرايت سايد بوستيريور بارت. مثل ما نلاحظ دخلنا قسطرة السي اس انسايد ذا كرون ساينس وتقريبا كانت قسطرة الهس تقريبا على مكان الهس. بعدها عملنا اتريال بيسنج, الاتريال بيسنج وضح لنا مور بريكزايتيشن والشورتست ستيمولس تو في عند السي اس 9 و10. بعد ذلك عملنا في بيسنج. لو نلاحظ الفي بيسنج من قسطرة الهس انسايد ذا ار في انطتنا الشورتست ستيمولس تو اي عند السي اس 9 و10, يعني هذا ياكد بان مكان الاكسسوري باثوي هو في الرايت بوستروسبتال او رايت بوستيرير. اوكي, ذيس از بيت ساينس اي في اند ذيس از ساينس اي في اند ذن BAC and induction of AVRT. We map during AVRT. This is the best signal. V potential and A. كانت ال airless A على ال سي اس 9 و10. This is the V and this is the potential and this is the A. Ablation at this site, طبعا هنا start الابليشن.
تقريبا 2 سكند the accessory pathway disappear, and this is sinus beat, no pre-excitation, and the same QRS complex of AVRT. This is normal, no pre-excitation. عملنا V pacing, there is dissociation. This is the V pacing, and we are capture the ventricle, and there is no relationship between the stimulus A. يعني V dissociated from the A, or there is VA dissociation. عملنا arterial pacing, لو نلاحظ there is no pre-excitation. مثل ما كان المريض يجي pre-excited AF, فلازم احنا we induce non-clinical AF and to show if there is a pre-excitation or no. And we induce non-clinical AF, and there is no pre-excitation. تقريبا كان ال waiting period after ablation 30 minutes, and we repeat all of the study and no pre-excitation. لتنتهي حكاية successful ablation of right postero septal accessory pathway. This is the LIO view, and this is the ablation catheter in the right postero septal region, and this is the CS catheter inside the CS, and the quadrupolar catheter in the RV. طبعا لو تلاحظون هنا احنا هنا مستخدمين long sheath for stability of the catheter, and this is the area of view. This is the CS, and this is the quadrupolar catheter, and this is the ablation catheter near the ostium of the CS. Then فعلا هو المكان في ال right postero septal region. The take home message of this case, احنا دائما ننصح مور مابينج, اعمل مابينج مره واثنين وثلاثه, وتاكد من مكان اكسسوري باثوي قبل ان تعمل ابليشن, قبل ان تعمل ترانسبتر. اوكي, يعني اعمل مابينج كثيرا وابليشن مره واحده. ثانكس.